وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب بياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله.